وخسر وصار عليه دين 3 مليون. قال طيب أنا 100 ألف إيش سوي مع 3 مليون؟ لا تفكني ولا بتخرجني مما أنا فيه. لكن يقول الضابط أقول لك شوف هات اللي مسجونين معايا في السجن في حقوق اللي عليه 5 آلاف واللي عليه 10 واللي عليه 20 ألف هذه بتخرجهم أنا ما بتخرجني أنا. انظر يا أخي الكريم انظر إلى الإحسان. هو في السجن الحين قال فرصة بدفع 100 ألف لأولادي بسوي لا قال هات يقولون يجي يطلع الأوراق اللي عليه 5 واللي عليه 10 واللي عليه 20 يقولوا بال100 ألف هذه أخرج أكثر من 7 أشخاص ذلك اليوم دفع عنهم وخرجهم في سبيل الله. الله أكبر ما أعظم هذه النفس يا أخوان. ما أنا قلت لكم أن المحسن ما يفرق لا سجن ولا هم ولا غم. إنا نراك من المحسنين. يقول خرجوا وسلموا عليه وودعونا أصحابه في السجن أصلا ودعونا وجزاك الله خير. يقول صح الضابط اللي في السجن مدير السجن عجب. يقول أنا ماني أعجب إيش أعجب من هذا اللي جاب 100 ألف وعيلة يتعلمني من هو ولا أعجب من هذا اللي 100 ألف ينفقها وهو ما عنده ريال ويخرج بها. يقول ما دي من أعجب منه هذا ولا هذا هذا أحسن من هذا. يقول مرت الأيام صاحبنا اتصل بعد 3 أسابيع أسبوعين على السجن على صاحب بيت الرجال السلام عليكم السلام وين فلان؟ قالت في السجن تقول لزوجته. عجيب قفل السماعة راح لمدير السجن قال يا أخي أنا جيتكم قبل أسبوعين وعطيتكم 100 ألف ريال تخرجون بها السجين الفلاني ولا خرج ليش ما خرجتوه؟ قال يا أخي أنت أعطيتني 100 ألف ريال لكن والله يا أخي عليه دين. كم الدين عليه؟ قال 3 مليون و100 ألف ريال ما خرجته لكن والله يا أخي إني ما أدري ما أعجب أعجب منك ومن كرمك وإحسانك تعطينا 100 ألف ولا تعلمنا من أنت وترجع مرة ثانية ذا الحين تسأل عنه ولا أعجب منه هو والله إنه سوى شيء عجب. قال إيش سوى؟ قال تعرف 100 ألف اللي أعطيته إياها؟ قال نعم. قال والله أخذها ويوم شاف إنه ما بتفكه جمع اللي عليه 5 و10 و20 وفك بال100 ألف اللي جبتها فك منها 7 أنفس وأخرجهم في سبيل الله. فصاحبنا صعق قال هذا رجل غير طبيعي. قال طيب يلا أعطني الآن الإثبات اللي عليه 3 مليون. يقول أعطيناه صك بأن عليه 3 مليون خطاب وكان الرجل موسر وصاحب علاقات. يقول وذهب إلى الأمراء وإلى المسؤولين وإلى الأغنياء وفي خلال 3 أشهر يجمع 3 مليون ريال ويأتي ويدفعها عن صاحبنا ويخرجه من السجن. صنائع المعروف تضوى وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا.